السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناة مالتي أوتو السيارات المتعددة. في حلقة اليوم راح نقوم بتغيير فلتر مكيف السيارة ونتعرف على طريقة التغيير وشنو الأشياء اللي راح نحتاج نفكها على أساس نوصل للفلتر مع تصوير الفرق بين الفلتر القديم والجديد. وهذه هو الفلتر الجديد، أساس نبادله، نقوم بعملية المقارنة، نشوفه من داخل. هذا هو الفلتر الجديد، طبعا هذا أصلي، قطعة أصلية، هذا الرقم مالها، كابينير فلتر، ونتأكد من الحين راح نقوم بفك الحجيرة اللي فيها الفلتر القديم ونجيب هني نسوي مقارنة. طبعا مكان الفلتر في هذا المكان، في حجيرة القفازات تشيل الكتيب، على حسب الكتيب اللي شفته انا وموجود هنا الفلتر. طبعا طريقة فك هذه راح ارويكم اياها عن طريق كتيب السيارة. طبعا في كتيب السيارة صفحة 447 يأتي عند مصفات نظام تكييف الهواء داخل الدرج. بعدين طريقة النزع هي برفع القطع البلاستيكي لأعلى، ومن ثم إخراج الباب الخاص في حجيرة الفلتر، ومن ثم إخراج الفلتر وتغييره. ممكن طريقة تنظيف المصفاة عن طريق بخ هواء نفس ما رويتكم في فيديو سابق لسيارة هوندا أكسنت. وبعدين تتأكد أنك علامة الإشارة الأعلى تكون بهالطريقة، وهذه هي الطريقة ببساطة. رفعنا من هنا، عشان تنفك لازم يكون هذا الأعلى، وهذا بعد نفس الشيء. بعد ما نفك هذا هو الحجيرة، طبعا مكتوب هني سلايد اند ريموف. طلع انه يوجد بوابتين بلاستيكيتين، واحدة للفلتر واحدة للدرج. هذا هو الفلتر، بعد أن أخرجناه من الداخل، وشوفوا الطريقة، شوفوا لونه أسود. الحين بنروح المقارنة. طبعا هذا هو الفلتر اللي بعد ما شلنا الكيس عنه، وهذه العلامة اللي هي الأعلى. قيمة الفلتر 140 ريال، وهذا الفلتر القديم. طالع الفرق، شوف طبعا في التصوير ما يبين الفرق كثير، لكن هو متسخ لونه أسود. شوفوا هذا من على جنب، وهذا شوفوا الفرق، هذا هو الفرق.
الحين راح نقوم بتركيبه. طبعا طريقة التركيب هي عكس عملية الفك. نتأكد ان العلامة الأعلى، بعدها نقوم بالإدخال. بعد ما دخلنا الفلتر الحين نرجع اللي هو لإغلاق فجيرة المصفى أو الفلتر، ما أغلقناه. والحين نرجع لهذه كذا انتهينا. باقي فقط القطعة البلاستيكية اللي هي الدرج، نفس الشيء. وبكذي انتهينا من التركيب. وكان الله غفور رحيم، وصلى اللهم على نبينا محمد. لا تنسوني من عمل لايك وشير ومشاركة المقطع، وشكرا جزيلا لمتابعة المقطع. الحين بس بنشغل ليسي. طبعا هني بعد ما شغلنا المكيف ما شاء الله التبريد، حتى الريحة مالت المكيف صارت افضل، ما شاء الله حتى الاداء صار افضل.